تعرفت بيه كان عنده 20 سنة. عشرين سنة ده. وانت اللي اصلا نصحته يجي القاهرة وينطلق من القاهرة. بس هو بقى موضوع كبير قوي. ليه؟ لان لما جاي سمعني في الاوضه، احنا كان عندنا حفله في بورسعيد، وانا دخلت الاوضه بقى بتاعتي في الاوتيل انام، يا دوبك لبست البيجاما خبط الباب فتحت لقيته. خير؟ قال لي عايز اسمعك صوتي، اتفضل. فسمعته بالبيجاما غنى، قلت له اسمع صوتك حلو، عقبك حلوه، ودنك كويسه قوي، عندك مشكلتين كمان، شكلك حلو فانت دلوقتي مناسب، لان بقت الاغنيه تلفزيونيه، ما بقاش حد يعمل اغنيه في الاذاعه بس. دي مش موجوده. بس عندك عيبين، بتنطق بورسعيدي وقاعد في بورسعيد. فسكت وطالت السكته شويه، طالت شويه بفكر، وقال لي طيب سلام عليكم وراح ماشي. انا قلت دي اخر مره اشوفه. صحيت الصبح لقيت الاوتوبيس اللي جاي ياخدنا بقى القاهره والفرقه كلها موجوده، وده واقف في الصوره. ايه يا عم؟ قال لي مش انت قلت عيبك انك في القاهره؟ قلت له اه. قال لي انا جاي معاكم القاهره. وطلع معاكم بالباص؟ مش بس طلع بالباص، قال لي هو جايب المنتج بتاعي كمان، تعالى يا مش يا زياد من ورا الاوتوبيس. خدت هو المنتج وجينا القاهره وتوسطت له بقى دخل. طبعا جاي وما فيش فلوس. مش عايز اتكلم في الحكايه دي قوي يعني. لا لانه طبعا هيكون بشاب وباول عمره يعني كمان. ما هو الناس في مصر بتفهم، والناس في العالم العربي بتفهم، وعارفين يعني ايه تبني. يعني ما فيش حد بيقول انا اتبناك وانت زي ابني، ويجي في وقت معين يقول له لا ما فيش ولا يعني. الحكايه مفهومه. ومش عايز اخوض فيها قوي يعني. ونفس الوضع كان مع محمد منير. محمد منير بقى موضوع طويل عريض. لان محمد منير جابهولي عبد الرحيم منصور، كان اول مره اشوفه. واللي جاب الاثنين الاستاذ شوقي حجاب الشاعر الكبير. شوقي حجاب قال لي انا جاي لك النهارده معايا واحد شاعر هتعجب بيه جدا. قلت له ما فيش مانع. جه ومعاه محمد منير. قال لي محمد من النوبة وله طريقة معينة، وكان قاعد مع بليغ مدة، وبليغ عمل له حاجات زي عبد الحليم. فإحنا عايزين سكة جديدة، وإنت كنت بتعمل مع شوقي حجاب حاجات جديدة جدا كانت ناجحة في العالم العربي. طيب نجرب. قلت له اسمع، هات لي واحد دف نوبي وانا هجيب الناس بتوعي. في الوقت ده ما كانش في حاجه اسمها الات بيس جيتار ودرامز والكتريك جيتار وكيبورد مع دف على الكره الارضيه، ما فيش الكلام ده. فعايز اجرب نفسي، قلت له تعالوا نجرب، لقيته حلو كان بيها.